بمناسبة حضور سينمائيين أمريكيين في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي المنعقد بأكادير، بادرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب بعرض أفلام وثائقية أمريكية في عدد من مدن المملكة إلى غاية منتصف هذا الشهر. حسن زكي، نجاة فرحان، والمجيد فايز. برنامج فني وثقافي متنوع تقدم من خلاله البعثة الدبلوماسية الأمريكية لمجموعة من الطلبة والجمهور عدة ورشات وعروض لأفلام وثائقية لعدد من السينمائيين الأمريكيين الحائزين على عدة جوائز على هامش حضورهم المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير. البرنامج الخاص بالأفلام الوثائقية يهدف إلى تبادل ثقافي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقدم أفلام وثائقية أمريكية بالمغرب لأحسن السينمائيين الأمريكيين. وهذه فرصة لتقديم فيلمين أمريكيين خلال هذا الأسبوع، وسنعرض اليوم فيلم Soundtrack for Revolution. الفيلم يحكي قصة حركة الحقوق المدنية الأمريكية من خلال موسيقى التي تغني للحرية في اجتماعات جماهيرية من أجل العدالة والمساواة.